وعلى هامش فعاليات خامس جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، أكد محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وأمين عام الحزب، أن المشاركة السياسية في مصر تحتاج لتوسيع دور المجتمع المدني لحث المواطنين على المشاركة السياسية. كما لفت أبو هميلة إلى أن المناقشات المطروحة اليوم كانت مثمرة. نطور برضو عندنا في مصر هنا التصويت الالكتروني، انت عارف الشباب دلوقتي التليفون في ايده ما بيسيبوش، بنجيب الشباب عشان يحضر يلاقي طابور كبير قوي، فعشان يقف في الطابور ويستنى دوره الشاب ما عندوش الحته دي، لكن الناس الكبار والستات اللي عندنا في بلادنا عن دايره العياط يعني بيقفوا، بنقول لهم معلش صبر، لان الشاب بيسيبنا ويمشي. فبرضو ممكن جدا يبقى في جزء من التصويت اللي يقدر يصوت الكتروني داخل البلاد افضل. نعمل نظام محكم لهذا الموضوع، ده موضوع مهم جدا جدا الحقيقة، أو برضو بره الحقيقة أثاروا موضوع إن يبقى فيه بريد تصويت بالبريد خلال فترة معينة وفق القانون اللي ممكن يتغير أو يتعدل يعني. ده مقترح برضو مهم جدا جدا الحقيقة. أنا شايف إن الحقيقة المناقشات سخية جدا، والحوار الوطني الحقيقة يعني فخامة الرئيس كان يعني بنشكره على انه يعني فعلا بدانا الحوار، ودلوقتي انت عارفه توصيات كويسه جدا في مجالات اقتصاديه والمجتمعيه والسياسيه، ان شاء الله باذن الله ربنا وفقنا نوصل لتوصيات نقدر فعلا نحيي الحياه السياسيه في مصر، لان الاحزاب كانت محتاجه فعلا انها تتحاور مع بعض ويبقى في مساحات مشتركه بيننا نقدر نتكلم فيها.